أيلول الأسود في الذاكرة الفلسطينية لم يتغير لونه هذا الشهر في القدس، فهو قاتم ككل الأشهر ممزوج بدماء الشهداء. فرصاص القناصة قتل الفتى هاني الكري وارتقى شهيدا شيعه المئات وسط تكبيرات وهتافات في مخيم شعفاط. ورصاص الشرطة قتل زايد أبو صبيح الذي ارتقى شهيدا عقب تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العمود. عملية يا جماعة الخير بالقدس، عملية عملية. أما المسجد الأقصى فكان مسرحا للاقتحامات والتدنيس، فاقتحم الأقصى خلال الشهر الماضي أكثر من 4500 متطرف، استفزوا المصلين وشكلوا حلقات رقص وغناء في الباحات، انبطاح جماعي بجميع الفئات العمرية، ارتدوا ملابس خاصة بالصلاة وأدوا طقوسا تلمودية، فيما استمرت القيود المفروضة على دخول المصلين أيام الجمعة، وما زال المبعدون عن الأقصى يرابطون عند أبوابه. ورصد مركز المعلومات 25 عملية هدم وإغلاق لمنشآت ومنازل في المدينة، فأصبحت ركاما أمام أعين أصحابها أو هدموها بأيديهم مجبرين بقرار من بلدية الاحتلال، فيما اعتقلت القوات 193 مقدسيا بينهم سيدات وأطفال وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الذي استدعي استكمالا لتحقيق سابق بسبب نعيه إسماعيل هنية من على منبر المسجد الأقصى. وخلال أيلول الماضي استدعت مخابرات الاحتلال محافظ القدس عدنان غيث للتحقيق وسلمته قرارا يقضي بمنعه من دخول الضفة الغربية.